معالي الوزير، مع الاستراتيجية التي طرحت من وزارة الصحة ووزارة التعليم، تمت الإجابة على أسئلة متى تغلق المدارس، يعني إذا في فصل أصيب، إذا فصلين وخلافه، ووزارة التربية والتعليم ملتزمة بقرارات اللجنة العليا وبما يوضع. بيبقى السؤال، هل الوزارة والمدارس الحكومية تحديدا جاهزة لمثل هذا الطارئ؟ بمعنى فكرة ان طالب واحد في الديسك، عدد الطلاب في الفصل ما يزيدوش، توفير امكانيات نظافة وخلافه، هل هذا متاح في مدارس الحكومة؟ والله حضرتك عارف دي ثالث سنة لينا، الحقيقة ثالث سنة دراسية في وجود كورونا، فاحنا كان في خبرات كتير قوي الحقيقة تكونت السنتين اللي فاتوا. حضرتك عارف احنا يعني عالجنا السنتين دول قدر الامكان، وحاولنا جاهدين نقلل ما يسمى الفجوة التعليمية عند ولادنا، وعدينا بيهم باب الامان وعملنا الامتحانات العامة كلها السنتين. صحيح. ففي خبرة فعلا على مستوى المديريات والادارات التعليمية، يعني عملنا ملايين الامتحانات، في خبرة لازم نثق فيها طبعا، وفي كل معدات الإجراءات الاحترازية موجودة، والتعليمات موجودة، والتدريب موجود، وعندنا اجتماع مع مدير المديريات يوم الثلاثاء الصبح إن شاء الله لآخر مجموعة من التعليمات. موضوع التعامل مع الكثافة بيختلف من مدرسة لمدرسة، وبالتالي احنا بنوجه داخليا، بنشرح لمدير الإدارات ومدير المدارس كيفية التعامل مع الكثافات، بنديهم مساحة يعملوا الجدول الدراسي بشكل يتناسب مع التعليمات بتاعت وزارة الصحة في الآخر يعني. نعم. عاوز الناس تطمئن تماما إن وزارة الصحة والتربية والتعليم وكل المؤسسات دي حريصة جدا على تنفيذ الكلام ده، ونساعد بعض يعني إحنا من ناحية، وطبعا الولاد وأولياء الأمور من ناحية، نسمع يعني التعليمات سواء استخدام الكمامة أو استخدام المطهرات. احنا هنعمل الجزء بتاعنا، والناحية التانية برضو طيب. الناس تتعاون وهيمشي كويس بإذن الله. هاي سيادة الوزير، حضرتك قلت احنا ادينا الحرية لكل مدرسة انها تتعامل وتنفذ هذه التعليمات بناء على ظروفها الداخلية، وانها ترتب جدولها. تقصد حضرتك الفترات الدراسية يبقى عندها فترة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة بناء على الكثافة اللي موجودة في الفصول، ولا اشياء اخرى كمان؟ يعني كل مدرسة فيها عدد مختلف من الفصول وعدد مختلف من الطلاب، فطبعا ما نقدرش نعمل قاعدة واحدة نطبقها عليهم كلهم، فعشان كده بندي مساحة وبعض البدائل لمدير المدرسة ياخد فيها قرار. ممكن زي ما حضرتك قلتي يستخدم فكرة الفترات، ممكن يعني يوزع الأولاد على الفصول بشكل يتناسب مع الاشتراطات الجديدة، ما يبقاش في فصل ثابت لسنة دراسية يحركهم، وده عملناه السنة اللي فاتت، كده قلت حضرتك في خبرة كبيرة، احنا عملنا أيام بالتبادل وكده. السنة دي احنا درسنا معاهم كلهم، كل واحد عمل حل الحقيقة يحقق بيه ده بشكل كبير جدا، عشان كده بقول السادة أولياء الأمور يطمئنوا يعني إلى إن احنا مراقبين الموضوع ده تماما. مراقبينه بلجان يا فندم؟ يعني في لجان هتمر على المدارس علشان تتأكد من تنفيذ الـ يعني التعليمات اللي تم وصولها ليهم؟ طبعا ده بيحصل طول الوقت، وعندنا يعني جهاز كامل لضبط الجودة، وجهاز كامل باسمه التوجيه المالي والإداري بيروح المدارس اللي فيها أي مكلفات وبيتعامل معها. ده بنعمله بقالنا مدة، وأعتقد وصلنا فيه لمستوى كويس في الحفاظ على دي الإجراءات. وطبعا على بدء الدراسة هيكون تقريبا كل السادة المعلمين والإداريين كمان اتطعموا، دي خطوة هامة جدا. وبعد كده في حديث مع معالي وزير الصحة ان احنا نبدأ في تطعيم الطلاب في المرحلة الثانوية، بس ده هنعلن عنه في وقته يعني لما تتوفر بس الجرعات الكاملة لهذا العدد. محتاجين 8 مليون جرعة عشان الولاد في الثانوي، وبعدين ننزل بالأعمار بقى ان شاء الله. معالي الوزير، واضح جدا ان الحكومة هذا العام واخد قرارها باننا لن نتوقف الا اذا كان هناك خطر حقيقي، دون ذلك فاحنا هنبقى زي دول العالم، عندنا التعليم منتظم السنة دي، ومحدش يتلكك ويطمع ان احنا كل شوية هنوقف الدراسة. هو طبعا يعني انا بس ياريت نثق كلنا ان الدولة فعلا فيها اساتذة وفيها خبراء وفيها قيادة سياسية حريصة جدا جدا على كل طفل وكل معلم، كل واحد في المنظومة. نعم. فالقرار مش محتاج يعني احنا فعلا لو اللجنة ده قرار جماعي،
اللجنة العليا لإدارة الأزمة اللي بيرأسها دولة رئيس الوزراء شافت إن في احتياج لأي تغيير، هنعمل كده في وقته بشكل يقلل الهدر التعليمي. حضرتك يعني فعلا ما فقد من تعليم الولاد خصوصا في السن الصغير هيصل مرحلة الخطر. يعني في ولاد اللي كانوا في أولى ابتدائي وثانية ابتدائي دول أكتر ناس تأثروا من عدم وجودهم في المدرسة. فحتى في حالة يعني لا سمح الله أي تصاعد في هذه الأزمة، آخر ناس هنخليهم ما يجوش المدرسة هم الأطفال. الأطفال لحد الرابعة ابتدائي لازم يحضروا، حتى لو الباقيين قعدوا في البيت دول لازم يحضروا، لأن دول ما ينفعش يتعلموا بأي وسيلة أخرى ومحتاجين وجودهم في المدرسة بشدة. والتأثير السلبي على تعليمهم هيقعد معهم سنوات. صحيح، يعني على عدم وجودهم في المدارس هيأثر سلبيا على محصلتهم التعليمية. طب اسمح لنا سيادة الوزير، أنا هرجع مرة تانية عن الأشياء اللي تم إعلانها واعتمادها امبارح. كان معانا هنا يعني حديث حول إجراءات وزارة الصحة، وقالت إن في تعاون مشترك كبير جدا بين حضراتكم وبينهم، وإن الدائرة الصحية اللي موجودة في المدارس هي اللي هتقوم بالتبليغ والإدارات التعليمية عشان اتخاذ اللازم لو ظهرت حالات. طيب، من ضمن الاشتراطات إن في أجهزة قياس حراري مثلا، وفي غرفة عزل بالمدارس. الحاجات دي اللي هيوفرها يا فندم للمدارس المختلفة، هل هتكون المدارس بنفسها اللي بتعملها، ولا وزارة التربية والتعليم، ولا وزارة الصحة؟ لا، احنا اللي عملنا ده ووفرناه وجبناه بقالنا سنتين. كل الحاجات دي موجودة وبنتأكد على وجودها وصلاحيتها كل عام دراسي، فده موجود. وزارة التربية والتعليم موفراه بناء على توصيات وزارة الصحة. نعم. طيب، وعلى فكرة المدة اللي مكتوبة في الخطة بتاعت وزارة الصحة بتتراجع دلوقتي، واللي هي 28 يوم. فكرة 28 يوم دي غالبا هتخفض لعشر ايام، مش 28 يوم، بناء على احدث الابحاث في هذا المجال. يعني الخطة دي مش هي اللي هتنفذ بالظبط، فيها تغييرات. ممكن مدة الاغلاق تبقى 10 ايام فقط بعد التطور الجديد في الاصابة بالفيروس والشفاء منه. هو في كم يعني كبير جدا من البحث العلمي، وحضرتك في دول تانية حوالينا بنتعلم منها، بس عاوز الناس تعرف ان انجلترا اللي فيها يعني اضعاف الحالات بتاعتنا الدراسة فيها شغالة. نعم. وشغالة في كل الدول. الملاعب النهاردة شايفين الاستادات مليانة، الاف الجماهير جنب بعض يعني. وبس بفكر الناس ان يا جماعة المسألة مش زي ما حضرتك قلت الناس تبقى عاوزة تقفل وبتاع، لا، الخطر على الولاد كبير جدا جدا جدا. الولاد اللي تعرضت للسنتين بتوع كورونا بيعرفوش يقروا ويكتبوا. لما نوصل لتالتة ورابعة ابتدائي هيبقى اصلاح ده اصعب بكتير، واللي فقدوه في اللغات وفقدوه في البنية الاساسية التعليمية صعب اصلاحه بعد كده. فيعني ده يكون اخر حل، لازم نتعاون كلنا علشانهم. ده خطر عليهم على المستوى التعليمي، يعني محصلتهم التعليمية هتتراجع ومش هيبقى تمام.